هنا التام هنا التام. نحن الآن في مستشفى الخنساء والتي تقدم خدمات كبيرة وضخمة جدا بالنسبة لمرضى محافظة نينوى بالإضافة إلى المحافظات الأخرى، حيث لدينا قسم النسائية والذي يقوم بإجراء العمليات الجراحية من العمليات القيصرية وعمليات الربط وما شاكل، ونستلم من كافة الأقضية والنواحي، وكذلك نستلم من محافظات أخرى مثل الشرقاط. ولدينا عدد ولادات شهري 2000 ولادة شهريا، ولدينا عمليات بحدود 1000 عملية جراحية تجرى شهريا. طبعا بالإضافة إلى جائحة كورونا التي أثقلت من كاهل الجيش الأبيض، هذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى موارد، تحتاج إلى مستلزمات طبية، تحتاج إلى أدوية. لله الحمد توفقنا في توفير الأدوية، ولكن ما زلنا نعاني من شحة في المستلزمات الطبية، والتي تشمل السرنجات، أجهزة الإعطاء، الكانيولات. نحاول توفيرها قدر المستطاع، ولكن التخصيص المالي لا يسمح بتوفيرها وحسب هذه الأعداد الكبيرة والهائلة. أيضا مستشفى الخنساء تقدم خدمات بالنسبة للأطفال، حيث أنه لدينا ردهة الخدج التي تستقبل يوميا من 10 إلى 15 حالة، وتقدم كافة الخدمات من إنعاش تنفس إلى الخدمات الطبية الأخرى. لدينا ردهات الأطفال، لدينا الطوارئ، ولدينا خدمات متميزة داخل هذه المستشفى، حيث نحن المركز الوحيد لتقديم الخدمة في جراحة الأطفال. نستقبل الأطفال من عمر يوم إلى عمر 12 سنة، ونعالج كافة الحالات وكافة التشوهات من داخل محافظة نينوى كوننا المركز الوحيد. تتميز مستشفى الخنساء أيضا بوجود ردها للطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة للأطفال وللنسائية، وتم تطوير الطوارئ باستحداث غرفة خاصة للحالات الحرجة جدا، وتم توفير كافة الأجهزة. تتشرف المستشفى أيضا بتقديم الخدمات للأطفال كريمي النسب، وهي المستشفى الوحيدة التي تستقبل الحالات من كافة محافظة نينوى. الطفل برعاية وعناية الجيش الأبيض لمدة 40 يوم، وثم ينقل وحسب الضوابط إلى دار الرعاية.